تابعين اكيد بصباحنا، دائما يمكن نرمين بيلفت نظرنا الشيء المضحك المبكي بنفس الوقت. الوضع يلي عم نمرق فيه يتفسر بطريقه مهضومه، تلامس هيك الناس بطريقه مهضومه، توصل الفكره لقلوب الناس عن طريق الكاريكاتير. دائما بس نذكر اسم كاريكاتير بيرتبط بالفنان نضال دياب يلي بنرحب فيه معنا. صباح الخير. صباح النور. يعني يسعد صباحك. الحمد لله. كيفك؟ يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني لما نحكي عن الكاريكاتير عم نحكي عن فن قادر يوصل اصعب المعاني بلوحه فيها الوان يمكن، واحيانا ما بيكون فيها الوان وجمله واحده يمكن او كلمه واحده. خلينا نحكي عن اهميه بدايه هذا الفن بتوصيل اهم الافكار. هو فن الكاريكاتير هو السهل الممتنع، يعني هو الفن اللي بيختصر كل شيء، يعني خلاصه مقاله ممكن تشوفيها بلوحه، معاناه ناس كامله باوجاعهم بهمومهم بكل شيء بتشوفيها بلوحه. قدر المستطاع بيحاول فنان الكاريكاتير انه يخفف من الشخوص او يخفف من الطرح ليوصل الفكره لغالبيه الناس. انا بحاول اتبع هذا الاسلوب، احيانا نضطر لنحط كلام لنوع من التعبير لوصف اشخاص او اشكال لا توصل الفكره، احيانا لا، وهون الصعوبه انك ما تحطي شيء، فهذا كثير صعب. فن الكاريكاتير ما هو سهل، فن كثير صعب، وفن فيني لك بيلامس كل الناس الصغير والكبير على اختلافهم يعني، ورسالته بتوصل فورا. طبعا طبعا هو هي مشكلته، فن الكاريكاتير دغري بيوصل للقلب، بيوصل للوجع. انت اللي من بيرافقك شيء بتحسي فيه فبتحبيه، لذلك هو فن محبوب. تماما. يعني من نحن وصغار كنا نستنى اخر الاخبار على احد المحطات لحتى نشوف شو رسمه الكاريكاتير هي وعم تنرسم على ارض الواقع. يعني رح نتعمق كثير بالحديث، بس كثير حابه فرجي الناس بعض اللوحات هلا نحن عم نشوفهم على الهواء، ولكن هي اللوحه قديش بتعبر يمكن عن بعض الناس الفاسدين يلي ما فيك تحاكيهم كلمه غير ما تتفعلون وتقبضون. هي احدى اللوحات يلي هي عن جد بتحاكي الواقع، وهون هي اللوحه يلي فيها معاني كثير. عن جد هيك، عن جد ما بعرف شو بيكون هو اصلا على الفيسبوك، فلاته وجه ثاني بيكون بابهى صوره على صحيح. الفيسبوك حتى صار في مشكله عند العالم انه هذا فلان كيف عايش، وهو بيكون بطريقه مغايره، بيكون عايش بجوز مختلف بشكل انت ما بتتوقعي. يعني حتى انت على مستوى الفيسبوك نحن عم نلبس اقنعه، يعني الكلام مختلف، الطرح مختلف، الشكل مختلف، ما في شيء واقعي. يعني احنا عايشين فعلا بعالم افتراضي، واحيانا في ناس عم تتقمص الشخصيه، بس بواقعه لا، هو مختلف جدا، هو انسان طبيعي جدا، ما له مثل ما بينوصف. تمام. خلينا نحكي الافكار لكل رسمه كاريكاتير من وين بتجي؟ اكيد الواقع هو منجم مثل صحيح. ما بيقولوا صحيح. والمراحل اللي بتمر فيها كل رسمه. هلا اول شغله الكاريكاتير اللي بده يرسم كاريكاتير بده يعيش الواقع، بده يعيش الشيء اللي يعيش الناس اللي عم تعيشه. اكيد ما بيكون عايش ببرج عاجي وقاعد عم يرسم عن وجع الناس، فهو اكيد هذا مثله مثل اي انسان عم يعاني، مثلا مازوت، كهرباء، غاز، فساد الى اخره، غلاء، فبيرسم هذا الشيء. هون بتعود لقدره رسام الكاريكاتير بالتعبير، في ناس عندها قدره اكثر من ناس بالتعبير وايصال الرساله، وفي ناس عندها ضعف، بس لا بشكل عام بغض النظر سواء كان فنان مقتدر او فنان يعني شاطر كثير بيقدر يوصلها صح. يعني كل الناس بتحب توصل. بالنسبه للمراحل عندك كثير مراحل لفن الكاريكاتير. هلا في ناس كثير بتسالني ودائما بيسالوني على الفيس، بيسالوني اكثر انت شلون ترسم؟ انت بترسم؟ انا بصراحه برسم سكتشات اول شيء بقلم الرصاص اللي هي بهذا الشكل تقريبا. اوكي. بتلاقي انا عامله على ورقه عاديه، على ورقه عاديه، او في عندك ورق كالك بيرسم على ورق الكالك. أوكي. بقلم رصاص سكتش هو يعني. بعدين بنتقل لمرحله ثانيه اللي هي بحبرها بالوان الروترينج او الوان اقلام التحبير، مثل الاقلام اللي انا ممكن استخدمها، اقلام الروترينج او الاقلام العادي. بعدين بعمل لها سكان، بنزلها على الكمبيوتر بلونها، او بلون يدوي بصراحه. والنسخه الاصليه هي ملونه جاهزه، هي عندك هي بتوصل طبعاً. لانه هذا النوع من الورق اكيد هذا طباعي. بس في لوحات انا برسمها بلونها الوان يدويه، ان كان مائي او بالوان خشبيه،
في روح اكثر، بس بحكم العمل وبحكم الكذا اوكي ملون على الكمبيوتر. وكمان بالكمبيوتر بتكون عندك تقنيه كثير حلوه بانك تخرجي اللوحه بالوان جميله، ما بكفي ترسميها حلو، بدك تلونيها صح. في تعديلات اكيد على الكمبيوتر استاذ نضال، يعني كل حدا فنان فيه يعني يرسم كاريكاتير؟ نعم. فيه يؤدي هذا الشيء؟ لا لا لا، مو اي فنان. شو بتتطلب هي؟ مو أي اول شيء الفن الكاريكاتير، عم نشوف انه فن الكاريكاتير كثير قليل، ما عندنا ناس كثير يمكن ما عندنا اختصاصيين، يعني اذا بتعدي بسوريا ما بيطلعوا 10 بصراحه حاليا. ومثل ما قلت لك في نسب متفاوته بين الرسامين، بس الفن التشكيلي بالالاف، انا بقول لك بالالاف، وفي فنانين مرموقين، بس بعيد جدا عن فن الكاريكاتير لانه كثير صعب. يعني فن الكاريكاتير ما له مسحه، بده كثير جهد وبده تفكير، وبدك تقراي كثير، تقراي تتابعي تتعاشري الناس تختلطي بالناس. على فكره رسام الكاريكاتير مثل كاتب السيناريو الكوميدي، الكوميديا السوداء، يعني انت بدك تلقطي وين في شيء، او الكوميديا الصامته، الكوميديا السوداء، ايه بتلقطيها بتجسديها باللوحه. نحن ككتاب السيناريو بصراحه، يعني الكادر صح، اللقطه صح، المشهد صح. نعم تمام. كمان خلينا نستعرض بعض هيك اللوحات ونفرجيهم للمشاهدين، يعني كونه هلا قرب الفالنتاين مثل ما بيقولوا. بس عباره وعم توصل فيها الرساله، خلينا نحكي فيها قديش فيها تفاصيل، قد ايه اخذت معك وقت؟ ايه هي بتاخذ وقت لانه انا راسم فيها شخوص كثير، فهو هو فاضي كتير، عنده كتير شغل، فاضي وراضي. وعلى فكره هي الحاله عم نشوفها كثير، يعني ما استبعدي، يعني مكتوب لا يا روحي فاضي، ما فاضي عندي شغل، ما عندي شيء، ما عندي شغل ابدا. تمام. كمان هون عم نوصل رساله، هون الشخوص اقل او الاشياء الموجوده فيه. نعم. التوصيف بس توصيف للأدوات، يعني أنت عندك المعاملة ما بتمشي يا بالمال يا بالوسط أحيانا يا طبعا. هون عم نحكي عن الأستاذ الخصوصي، المدرس الخصوصي، أعطيني كل شيء معك. طبعا يعني أنت عم يجي للمدرس ما عاد عم يرضى بالقليل، صار عم ياخذ أرقام خيالية. طيب أوكي أنت بدك تاخذ، أوكي ما في مشكلة، درس أولادنا ما في مشكلة، بس مو تاخذ كل شيء. يعني نوع من النقد. يعني قديش حلو أنه تتوصف حالات ووجع الناس والمعاناة اللي عم يمرقوا فيها صح الناس خلال الألوان، خلال الرسمات. كمان هيدا اللوحة، هاي اللوحة عم تحكي عن الفيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا بشكل عام اللي عم يسرقوا العقل. يعني عم يسحبونا سحب، يعني انت عم ينهي كل شيء بحياتك، عم تتجمدي. صح عن جد. بما انه عم نحكي على السوشيال ميديا استاذ نضال، يعني دائما عبر الصفحات بنلاقي تبادل كاريكاتير ببصمات محدده او رسومات. نعم. او بيت شعر، او كل حدا حسب اختصاصه. اليوم قديش في ممكن حدا يعني يقص كلمة اسمك وتعود له هذا الشيء؟ إيه هي الصورة قديش في كتير ناس ممكن تعدل عليها على أساس هي صح عاملتها؟ صح. اليوم حقوق يعني النشر، الملكية، الأفكار والإبداع يلي أنت عم تخترعها، كيف أنت حاميها؟ أنا لقلك شغلي، بالنسبة أول شيء اللي بيحمي المبدع هو أفكاره، قد ما سرق أنا عندي فكر، اللي سرق ما عنده فكر. هاي شغلة. الشغلة الثانية، فعلا أنا تعرضت لهذا الموقف كتير. في عندي لوحة الأم السورية انسرقت لشيء تقريبا، وترجمت لشيء 20 لغه اللي بتحكي عن سوريا. اي طبعا. وقصوا لك اسمك، وقصوا الاسم وغيروا العلم، حتى يعني في اطراف ثانيه اخذت علم ثاني، يعني ونزلت باللغه بالهنديه بالانجليزي. نعم. نحكي عن سرقه وتشويه، معناها سرقه وتشويه وتغيير في كثير لوحات. حتى احيانا يعني لاكون صريح معك، استفيد بالحديث عن موضوع الكاريكاتير، في مقولات انا احيانا منزلها عندي، بلاقي انه اخذين كتاباتي مثل ما هي، بيشيلوا الاسم بيضيفوها لاسم ثاني، يعني ما عندهم مشكله، او بيحطها باسمه او بيحطوها باسم واحد مشهور انه هذا مو لك، لما هي موثقه ومطرح. ما في شيء، كله مباح عنا على النت، ما في عنا حقوق، ما في عنا حمايه. بالنسبه لكون صريح معك، على النت كله مباح. نعم. لانه على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا بشكل عام، وناس بتحب الظهور فبتقول لك اوكي شيء مادي جاهز باخذها، سواء كلمه وسواء. وهذا الموضوع حتى موجود بالدراما، يعني في حدا بيطالع فكرة نص بيجي مين بياخده بكل بساطة. نعم. يعني للأسف نحن بزمن الكوبي بيست دائما. نعم. منشوفها، يعني مو بس عم تكون مواضيع ذات أهمية وإلى قيمة، لا، بوستات عادية واحد عم يكتب مشاعره من لأي واحد نسخ المشاعر مثل ما هي حتى عنده. صح. خلينا نحكي بفن، بهذا الفن، فن الكاريكاتور، عن مساحة الحرية يلي بتكون، يعني نحن نحكي عن مساحة إبداعية، وأيضا قديش السقف بيكون مرفوع بهذا الموضوع. بالنسبة للكاريكاتير سقفه عالي لكون صريح معك،
الحرية الرسام الكاريكاتير هو اللي بيقيدها، هو اللي بيمدها. يعني أنا مثلا كفنان عمر سمع عن مشكلة معينة سواء بالحكومة سواء بالمواطن وإلى آخره، بلبنان مثلا بيصوروا الشخوص وبيشوهوها، أنا لا ما بشتغل هيك، أنا مهمتي ضيق على المشكلة، ما بيهمني المسؤول عن المشكلة، في عنا مشكلة حلوها، أنا ما بيهمني المسؤول، المسؤول بتغير بس المشكلة قائمة تماما. يعني أنت هون حريتك، هون تعرف تستخدميها صح. نعم أستاذ نضال، يعني كثير بهمنا هيك نغوص بعالم الكاريكاتير، وخاصة يمكن كل حدا يمتلك هي الموهبة. يعني عندي كذا استفسار بالبداية. نعم. مثلا حضرتك عم تعمل دورات، تاني شيء اللي بيدرس جرافيك فيه يؤدي الكاريكاتير على الكمبيوتر ببرامج جديدة، مو بشكل ورقة وقلم مثل ما حجيتنا مراحل التحضير. إذا في حدا حابب يتعلم كيف، يعني بما أنه عم نحكي هذا الاختصاص هو شوي ما هو موجود بسوريا مثل ما قلت، في عنا 10 أشخاص بس، كيف فينا نحن نطوره ونحافظ عليه؟ لأنه عن جد اليوم نحن كتير بحاجة لهذا الشغل. نعم. وأنه ينتشر بشكل أسرع وأحسن. كتير حلو أنك حكيت هذا الموضوع. أول شغلة عنا بكلية الفنون الجميلة أو بالكليات الفنية بشكل عام ما درسوا هذه المادة، وسبق وطرحنا هذا الموضوع أنه لازم يدرس هذا الفن. يعني نحن مختلفين عن كلية الفنون أنه نحن مانا دكاترة، يعني نحن عبارة عن ناس عم نشتغل من تعبنا لحالنا بجهدنا الشخصي بنوصل لهي المرحلة. فن الكاريكاتير مانو مقيد بشيء اسمه شهادة جامعية. أوكي. أوكي هاي واحد. اثنين، قادرين نحن نعلم وقادرين نعطي دورات بس لا تجي المكان الصح والناس الرغباني بهذا الموضوع. ثلاثة، بالنسبة لأي أنه حدا ممكن أنه يشتغل بمجال الجرافيك أو مال الجرافيك، أي إنسان قادر يطور حاله بمجال الكاريكاتير، في شيء اسمه الذاكرة البصرية. الذاكرة البصرية أنت اللي بتدخلي على اللي حاب يشتغل بمجال الكاريكاتير يطلع كتير يشوف كتير ويحاول يتمرن يتمرن يتمرن, يتمرن. التمرين بيعطي ويكون جريء طبعا، ويكون جريء ويعني يدرس صح، يقرأ صح، ياخذ الزوايا، يعني كيف بدي لك، يقرأ كتير، يتابع الأحداث كتير، ويتعلم من تجارب الناس، وبعدين يختصرها بتجربته الخاصة. بيكون شوي خياله واسع كمان، لأنه حكينا إنه هي حكاية الكاريكاتير. صحيح. يعني حكاية صامتة. الخيال هو تمرين. بدك حتى الخيال بده تمرين، بدك تمرني حالك. طب دائما الفنان لازم هيك يكون رايق وريلاكس ولحتى يبدع بالافكار. اليوم عم نمرق بظروف شوي عم تخلينا كل الوقت ستريس، من كهرباء، من ضغط. صح. من حاله اقتصاديه صعبه. كيف اليوم هيك فينا نعمل توازن كفنانين كهيك لحتى نحقق شيء على ارض الواقع؟ بدك توجهي طاقه الضغط اللي جواتك للوحه او للكلمه او للكتابه. انت عندك شيء ضغط جواتك بدك تحاولي تترجميه، غير هيك ما بيمشي الحال. فنحن اوكي عم نستثمر هذا الموضوع، بنخفف عن الناس. انا بحاول خفف عن الناس. لما تزرعي ابتسامه فانت خففتي عن الناس. قديش هذا الفن هو مهم كذاكره توثيقيه اليوم من لوحه صغيره. نعم. بنعرف بهي الحقبه الزمنيه او بهي السنه شو كان صاير، قديش مهم الاعتناء فيه ان شاء الله بيوصل صوتك، واكيد نحن بنضم صوتنا لصوتك باهميه نشر. صحيح. هذا الفن ودعمه. بدنا نشكرك كثير الفنان نضال ديب لوجودك معنا لليوم. خليك يا رب. كلك ذوق. شكرا كثير لك، واكيد نحن فخورين فيك وباعمالك اللي دائما ترفع الراس فيها وبتحكي اوجاعنا كلنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا للاخباريه، وشكرا لكادر العمل. اهلا.